معانا فيديو جديد على قناه العفاريت الثلاثه. وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. اتمنى ان فكره الفيديو اللي فات تكون عجبتكم. النهارده باذن الله هننفذ مع بعض فكره مشروع سهله جدا جدا تقدري تنفذيها من البيت. احتياجاتها مش كتير، كمان متوفره عندك في البيت. تقدري انت تنفذيها وتكون مشروع ناجح ليكي باذن الله. هنعمل مع بعض التوك دي. فكرتها سهله وبسيطه. بس قبل ما نبدا في الفيديو خلينا اقول لكم على حاجه، ما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا باذن الله هعمله. كمان صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. كمان في الايام اللي احنا فيها دي انا بصور في الاحداث اللي حاصله حاليا، اللي هي احداث فلسطين. ما تنسوش تدعموا فلسطين، ما تنفعش في دعائكم. ادعوا لهم كتير ان ربنا ينصرهم على اعدائهم يا رب، ويسدد خطاهم ويمدهم بمدد من عنده باذن الله. ما تنسوهمش من صالح دعائكم، ما تنسوهمش من تفعيل الهاشتاجات بتاعتهم على الفيسبوك. دي حاجه كويسه جدا، ابسط حاجه ممكن نقدمها لهم او نقدر ان احنا نساعدهم بيها، لان هو ده اللي احنا نملكه دلوقتي. احنا ما نقدرش نعمل حاجه تانية اكتر من كده. والله الواحد لو الموضوع كان بايده كان سافر وحارب معاهم، بس ربنا يكون عون ونصير ليهم باذن الله. دلوقتي خلونا نبدا في الفيديو. احنا هنحتاج في الفيديو بتاعنا لادوات سهله جدا. هنحتاج لبواقي خيوط بالشكل ده، تمام. كمان هنحتاج للاستيك اللي هو بتاع التوك ده، بيبقى كيس بيتباع. الكيس فيه حوالي 6 أو 7، انا اخر مره جبته كان فيه 6 ب3.5، بيكونوا بالشكل ده، تمام. كمان هنحتاج لابره، هنحتاج الابره تكون مناسبه لمقاس الخيط اللي احنا هنشتغل بيه، تمام. فكرة الفيديو سهلة وبسيطة، خلينا نبدأ مع بعض الفيديو بتاعنا. أول حاجة أنا هجيب الأستك بتاعي بالشكل ده، وهجيب الخيط، بالشكل ده هبدأ إن أنا أعمل عقدة بداية. عقدة البداية بنعملها إزاي؟ أهو الخيط بالشكل ده، بلفه على صباعي بالشكل ده، بالشكل ده كده تتكون عندي حلقة. بدخل الابره جوه الحلقه وابدا ان انا اسحب الخيط، تمام. بالشكل ده بكون عملت عقده بدايه. هنبدا الشغل بتاعنا ازاي. هجيب الاستك بتاع التوكه، بدخل الابره جوه الاستك بالشكل ده، وابدا ان انا ادخل عقده البدايه واسحب الخيط بالشكل ده، تمام. وهبدأ ان انا ارتفع سلسلة بالشكل ده علشان اثبت الشغل بتاعي، واشتغل كمان سلسلتين بالشكل ده. دول هيكونوا عندي اول 3 سلاسل. فوق الثلاث سلاسل دول انا هعتبرهم غرزة عمود بلفة، هشتغل فوقيهم 4 غرز سلاسل تاني. وغرزة السلسلة بتكون عبارة عن ايه؟ بدخل بسحب الخيط وبطلع من الحلقة اللي موجودة على الابرة دي. واحد، ادي اتنين، ادي تلاتة، ادي اربعة، بالشكل ده. يبقى انا بالشكل دوت ارتفعت 7 سلاسل. 3 سلاسل بحسبهم اول غرزة عمود، والاربعة بيكونوا ارتفاع، تمام. هبدأ دلوقتي اشتغل غرزة عمود بلفة واحدة. غرزة العمود بلفة بتكون عبارة عن ايه؟ ان انا بلف الخيط على الابرة بالشكل ده، وبعد كده برجع ادخل جوه التوكة بتاعتي واسحب الخيط بالشكل ده. بيكون عندي 3 لفات على الابرة، بطلع من اول لفتين بالشكل ده، وبعد كده بطلع من تاني لفتين، تمام. طبعا انا واخدة الخيط الزيادة تحت الشغل معايا علشان اثبت الشغل بتاعي بالشكل ده. بعد كده بعمل ايه؟ بشتغل 4 سلاسل. ادي 1 2 3، وادي الغرزة الرابعة، تمام. بعد كده بشتغل غرزة عمود بلف، ببدأ الف الخيط على الابرة وادخل جوه الاستك بالشكل ده، واطلع من اول حلقتين موجودين على الابرة، وبعد كده بطلع من تاني حلقتين، تمام. طبعا بضيق الشغل، بكرر تاني، بشتغل 1 2
ثلاثة أربعة تمام. بعد كده بلف الخيط على الإبرة وببدأ أدخل جوه الأستك بالشكل ده وبسحب الخيط وبطلع من أول لفتين على الإبرة وبطلع من تاني لفتين بالشكل ده تمام. هكرر مرة تانية، هشتغل واحد اثنين ثلاثة أربعة، بعدين بلف الخيط على الإبرة وبدخل جوه الأستك بتاعي وبسحب الخيط بطلع من أول لفتين موجودين على الإبرة وبطلع من تاني لفتين بالشكل ده. طبعا أنا بشتغل كل ما بشتغل كذا عمود ببدأ إن أنا ألاقي الشغل بتاعي بالشكل ده علشان الأستك ما يبانش. هشتغل معاكم مرة كمان، ادي واحد اثنين ثلاثة اربعة، ادي اربع غرز سلاسل، وبعد كده بلف الخيط على الابرة وبدخل جوه الاستك بسحب الخيط بطلع من اول لفتين موجودين على الابرة بالشكل ده وبطلع من تاني لفتين دي فكرة الفيديو بتاعنا، ان انا بشتغل غرزة عمود بعد كده اربع سلاسل عمود اربع سلاسل لغاية لما بخلص حوالين الاستك كله تمام. انا هخلصهم عشان الفيديو ما يكونش طويل عليكم، هخلصهم ورا الكاميرا وهرجع اوريكم احنا هنقفل الشغل بتاعنا ازاي. بالشكل ده بعد ما بشتغل كذا عمود يكون الشكل معايا بالشكل دوت. انا هنهي معاكم، هبدأ اشتغل اربع غرز، واحد اثنين ثلاثة اربعة، بعد كده بشتغل غرزة عمود بلف الخيط على الابرة وبدخل اسحب الخيط من على الاستك بتاع التوكة بالشكل دوت، بيكون عندي ثلاث حلقات بسحب الخيط وبطلع من اول حلقتين وبسحب الخيط وبطلع من تاني حلقتين. بكرر مرة تانية، ادي واحد اثنين ثلاثة اربعة، والف الخيط على الابرة بالشكل ده وادخل جوه الاستك واسحب الخيط واطلع من اول لفتين وبطلع من تاني لفتين بالشكل ده. اتمنى ان الفكرة تكون سهلة وواضحة بالنسبة لكم. هشتغل مع بعض تاني، واحد اثنين ثلاثة، ادي اربع غرز سلسلة، وبعدين بلف الخيط على الابرة وبدخل جوه الاستك بسحب الخيط، بيتكون عندي ثلاث حلقات بالشكل ده. بسحب الخيط من اول حلقتين وبعد كده برجع اسحب الخيط من تاني حلقتين بالشكل ده مرة تاني، ادي واحد اثنين ثلاثة اربعة، الف الخيط على الابرة وادخل اسحب الخيط وابدأ ان انا اطلع من اول حلقتين موجودين على الابرة تمام، وبعد كده بطلع من تاني حلقتين وطبعا زي ما احنا متفقين ان احنا كل ما بنشتغل بنسحب بنلم الخيط على الاستك بالشكل ده علشان الاستك بتاعنا يكون ضيق وما يكونش باين والدوكة بتاعتنا تكون مظبوطة. اكرر معاكم مرة كمان، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة، الف الخيط على الابرة وانزل جوه الاستك بسحب الخيط بالشكل ده، يتكون عندي ثلاث حلقات على الابرة، بسحب الخيط من اول لفتين بالشكل ده، بتبقى عندي لفتين على الابرة بسحب منهم الخيط. بشتغل تاني، واحد اتنين تلاتة، ادي السلسلة الرابعة
والف الخيط على الابره، ادخل بسحب الخيط بالشكل ده، بيتكون عندي 3 حلقات. بدخل اسحب الخيط من اول حلقتين واسحب الخيط، الاستك الدايره معانا خالص. هنبدا نشتغل بقى اخر حاجه، هشتغل ايه، هعمل ايه، هرتفع 4 غرز سلسله، ادي 1 2 3 4، تمام بالشكل دوت. وهبدا ان انا هروح لاول سلاسل ارتفعت فيها بالشكل ده، هعد ادي 1 2 3، في السلسله الثالثه هبدا ان انا اعمل غرزه منزلقه بالشكل ده، هدخل واسحب الخيط بعد كده، هسحب الخيط من اللفه اللي موجوده على الابره بالشكل ده، تمام. هقص الخيط بتاعي، بالشكل ده بقى الشكل معايا. هبدا ان انا اداري الخيط، ادخل في اي غرزه واسحب الخيط الزياده، وبعد كده هبدا ان انا اخش بين الغرز بالشكل دوت واسحب الخيط بتاعي بالشكل ده، بالشكل ده. بعد ما اخفيت الخيوط بعد شكلها معايا، دي كانت فكرة الفيديو بتاعنا النهاردة. اتمنى ان الفكرة تكون عجبتكم، وان شاء الله باذن الله تقدروا تنفذوها. انا بحاول اجيب لكم افكار سهلة، تكون سهلة ان انتوا تنفذوها في البيت، وتكون الخامات بتاعتها متاحة وكمان مش مكلفة. يعني ديت بكرة الخيط انت ممكن تبدأي مشروعك ب10 جنيه، لو جبتي بكرة خيط مثلا ونفترض صوف مصري مثلا ب7 جنيه، جبتي كيس التوج ده ب3 جنيه، هتعملي 6 توج ب10 جنيه، وهيفيد معاكي خيط كمان. لو حابه ان انت تشتغلي بخيط تركي زي اللي انا بشتغل بيه ده، البكره فيه بتبدا من 15، برضو فعلا المشروع بتاعك او البدايه بتاعتك هتكون مش مكلفه، انت ممكن تعملي بيه توك ليكي ولبنتك في البيت من غير ما تشتري. وطبعا ان كل حاجه دلوقتي اسعارها بقت غاليه، هتقدري ان تتوفري على نفسك كتير جدا، وفي نفس الوقت هتسلي نفسك. لان انا بشوف بصراحه ان الكروشيه عموما هوايه اكتر من كونه ممكن يكون شغل. هوايه ان انت تقدري تنفذي حاجه لنفسك او لبنوتك او لاي حاجه او اي حاجه حابه تعمليها في البيت، مش شرط ان انت تكوني مثلا هتشتغلي او هتبيعي وتشتري فيه. هو هوايه كويسه جدا نقدر ان احنا نعلمها لبناتنا، وفي كمان صبيان بيشتغلوا بيه. انا اسفه اذا كنت طولت عليكم، واتمنى ان فكره الفيديو تكون عجبتكم. كنت معاكم من قناه العفاريت الثلاثه، وانتظروني في فيديو جديد. ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل فيديو جديد احنا هنعمله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع السلامه.